السلام عليكم البنات، كي بقيتو؟ غلبكم ولا غلبتوه؟ معكم نصائح حليمه. جيت نقاسم معكم الوجبه ديال الفطور ديالي اليوم، اللي غادي نكون غير انا وولدي. ما حضر معنا حتى حد اليوم في الدار، كاينه غير انا وولدي. البنات، هنايا عملت دي فخوي دماغ. لي فخوي دماغ يعني دوك، هانا غنوريكم البنات. الحوت اللي هو يا الكالامار، لي مول، الطريفات ديال الحوت، يعني مخلط فيها كلشي، لي كروفات، لي مول، كلشي مخلط. الو، انا صوبت شريتو كونجلي البنات، شريتو كونجلي. كناخذ انا هاد لا مارك هادي، فوالا، فيها لي كروفات، فيها الكالامار، فيها ليمول، فيها روطالة ديك الصغيرة. كناخد هادي، كتجي زوينة، كتجي بنينة. ألوغ عملتها هنايا، عملت عليها شوية ديال التومة، شوية ديال الزيت، الملحة، الكامون، تحميرة، لبزار، فلفلة حارة هانتوما كتشوفوا فيها، اللي أنا كنت سبق لي قلت لكم كنعملها في المجمد. هانتوما البنات، دابا جبتها لكم من المجمد. هانتوما ملي كتعملوها صحيحه في المجمد، هانتوما كي كتولي فوالا. يعني غير تغسليها وتمسحيها وتدخليها للمجمد، والوقت اللي تبغيها تجبدي الطريفات، تجبدي طريف كنوبة، تجبدي مزيود فليفله حاره اللي هي عاملها دابا هنا هنايا. وعملت مطيشه كونسونطري، وعملت شويه ديال الهريسه، وغادي نخليها طيب على خاطرها ونقص شويه العافيه. من ناحيه الفطور البنات، ولدي كيبغي اتاي، وانا كنبغي القهوه. انا وجدت القهوه ديالي، وغادي نوجد لولدي اتاي. هنايا البنات عملت ان سالاد، عملت فيها لا سالاد، عملت فيها شويه ديال الطون، وقطعت فيها مطيشه، يعني ان سالاد كومبليت. هذه لا سالاد. هذه البنات وكذلك ومثال كناخذها من عند كارفور، هانتوما كتشوفوها. سيت اون بون مارك، تيتباعوا بحال هكذا بالزوج بالزوج، يعني كي كناخذهم وكندوب شويه ديال العسل وشويه ديال الزبده، وكان يعني كناخذ المقدار اللي انا بغيت، واش بغيت جوج ولا ولدي بغى اربعه، كل واحد واشنو باغي. كنعمل ليه يعني داك المقدار اللي باغا، ولا تقبطي نيتيلا، شوكولات نيتيلا، وتعمليه في واحد الجبيبينيه صغيره، ودخليه الميكرووند غير واحد دو سكوند في الميكرووند، وتخويه عليهم من الفوق بحال اللي عاملينهم هكا. كتعجب يعني الوليدات الصغار والبنيات الصغار. انا بنتي كتعجبها بنيتيلا. هنا البنات، هنا عملت شويه ديال البيض مسلوق، كيعجبني نخلط ما بين البيض البلدي والبيض يعني العادي الرومي. اللي بغى شي حاجه ياخذها. هاد الخدمه هادي كتسنى ولدي، اللي غادي يجي يعني ينقي البيض، وغادي يجي يصوب ليه البراد ديال اتاي ديالو. وهذه هي الوجبه ديالت العشاء ديالنا البنات، اللي هو ما كنسميهش انا فطور، انا كندخل على العشاء ديريكتومون. وحتى ديك 12 الليل كناخذ شويه ديال لي سغيز، غادي نكمل هادو بقوليه. وكناخذ يعني بنانه، البنان بان ليا ما بقاش، غادي ناخذ دانون. علاش بنانه ولا دانون؟ باش البنات يعني كيبقى شاد لينا شويه، وكيف قلت لكم ايطرو ديال الماء تبقاو حاطين وحداكم، كنو باقا تشربوا شويه حتى تكملوه. داك لو فورتيمال البنات اللي كنت تكلمت لكم عليه، كيتباع في لا فارماسي، هذاك عجيب، كينفعنا نهار كله وحنا شادين.
يعني كيعطينا دوك لي فيتامينات اللي حنا ناقصينا، هذوك لي فورتيمال كنصحكم بهم تمشيو تشريوهم. الفطور ديالي البنات انا ما كيكونش تقيل، ميم حتى ولدي ما كيبغيش داكشي تقيل. ولدي يعني بحال هاد لي سالاد وبحال هاد البيضات وبحال هاد لي فخوي دماغ اللي ها هما كيطيبو. وكيف قلت لكم هاد يعني هاد الخبيزات اللي انا وريتهم لكم هكا كيجيو بحال البغرير، ولكن هما شكيلهم زوين وبنان، وكتاخد المقدار اللي انتي باغيه. كنعملهم ليه بالزبده والعسل، يعني كل واحد كياخد داك القياس اللي هو غادي ياكله. ما كنبغيش الحوايج يشي طوليه فوق الطبله، وما كنبغيش داك الشيء يكون بزياده. هذا هو الفطور ديالي البنات، جيت قاسمت معكم الفطور ديال حليمه مع ولدي. كيف قلت لكم انا عملت القهوه، ها هي هي، وهو يا ملي غادي يجي غيعمل اتاي ديالو. كنقول لكم ما تقلوش ما تقلوش البنات، داكشي يكون غير خفيف. والخبز انا عجنته البارح، عجنت الخبز ديال الدار، عجنته في الليل. فوالا هادي غادي تطيب على خاطرها، يعني واحد 20 مينوت يدخل ولدي صافي ونطفي عليها. لهذا البنات كنقول لكم من ناحيه الفطور ما تقلوش، على ود العين اللي وكاله ماشي الكاش اللي وكاله. لهذا انا ما كنبغيش يعني ندير بزاف ديال الحوايج اللي نضيع منهم. هذاك الخبز اللي انا قلت لكم البارح عملت منه يعني نص تكله والنص ها هوايا. انا كنعمل خبز الدار اللي كنعملو بال ب ب ب يعني القمح الكامل، وكنزيد عليه واحد الكاس ديال الفورص، وكنزيد عليه زلافه ديال الشعير البلبوله، وكنقرصو بالبلبوله وكندخلو للفران. والا بغيتو الطريقه اللي كنعمل فيه والمقادير اللي كنعمل فيه كيجي غزال البنات، هانتوما غادي نوريكم. تيجي رقيق، ما كنبغيش انا الخبز غليظ. وهانتوما كيفاش هشيش، هانتوما يا هذا صوبتو البارح في ديك 12 الليل. فوالا مع ديك 12 الليل صوبت الخبز ديالي ديال الدار، اللي ملي دخلت لقيت غير نصو، يعني بنت بنتي كلات منو. على ود كتجينا واحد لا بيريود اللي في وسط العام في وسط الشهر الانسان خصو ياكل ما خصوش يصوم. فوالا البنات كنقسم معاكم كل شيء، الفطور ديالي قليل ولا كثير. اللي كنطلب منكم وهو تقبلوا على التواضع ديال حليمه، وتقبلوا على يعني الشكل اللي انا كنفيلمي لكم به. انا البنات ما كنوجدش لكم وما كنحلقش وما كنقادش، اللي كنعملوه البنات كنقسم معاكم الفطور ديالي. الله يعمرها تكون نعمه دائمه وتكون قليله ودائمه. الفطور ديالي هو هذا البنات، معايا ومع ولدي اللي كنسمع فيه كيدق، خصني نمشي نحل ليه الباب على ود تصوات من الداخل. عملوا له بارطاج البنات، وعملوا البارطاج. كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، السلام عليكم.